لدي استفسار عن صندوق يباع في المحلات التجارية، يسمى صندوق الألعاب. أي نعم. وفيه علب صغيرة، في كل علبة لعبة معينة، وقيمة هذا الصندوق 20 أو 16 ريال، وهذه الألعاب قيمتها مقاربة لسعر الصندوق. وش السؤال عنه؟ يقول ما حكم هذا؟ إذا كانت الألعاب هذه ما فيها شيء محرم، ما فيها صور ذوات أرواح، والأطفال بحاجة إليها لتسليتهم، ما في مانع. نعم. أما إن كان فيها صور ذوات أرواح فلا يجوز بيعها ولا شراؤها.